تنفيذا لتوجيهات السامية القيادة الرشيدة. اعتمد مجلس إدارة برنامج شيخ زايد الإسكان خلال اجتماعه بدبي اليوم أسماء 770 مواطنا من مستحقي قرارات الدعم السكنية بقيمة إجمالية بلغت 580 مليون درهم. وأكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج شيخ زايد الإسكان خلال ترأسه الاجتماع حرص قيادة الدولة الرشيدة على استقرار الأسرة المواطنة من خلال دعم مقومات التلاحم والتماسك بين أفراده، والذي يعتبر المسكن لبنته الأساسية.